تالي انت اختاريتي هذا المجال لو احد اختاره لك؟ لا انا اختاريته لنفسي. ليش اختاريتي؟ لانه شفتها موهبه تناسبني وانا حبيتها فعلمتها. طيب. يعني اكو حد شجعك؟ الاهل، الاصدقاء؟ اي طبعا اكيد ابويا والدي وامي. طيب انت يعني حسيتي عندك موهبه وتريدين تقدميها ام مجرد حب ام تاثرتي باحد الفنانين حتى تكونين ممثله؟ هو اول شيء انا حبيت هاي يعني نفس الدور وتاثرت بممثلين هواي فحبيت اني اصير نفسهم. شاركتي باعمال؟ لا ابد لهذه لا حد لا بالمدرسه ولا لا ابد. زين من يدرب وياك؟ عاده يعني تدرب وياي امي او شيء. طيب يعني نسوي انا وياك؟ يلا خل انا اشارك وياك اليوم. يلا. ها رائد غير خيرك شو صافن الاسئله غريبه عليك مو هيج؟ اي والله صعبه شويه. والانستا والفيس والبوبجي شخبارهن وياك؟ يعني اتابعهم بين فتره وفتره. وشنو الفائده؟ اسبوع اسبوع شي كفي رائد؟ ما عندك غير دقيقتين. ساعديني ست شويه قليله دقيقتين. وانت ليش مساعدت نفسك وقريت هيك احسن لك؟ طيب انا سرد منك عوف الورقه. اوكي ادي اختبرك على الهواء بدون ورقه. قوم اوقفي قوم اوقفي سوي لي مشهد نفس هذا؟ لا غيره 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 وانا وياك. يلا رايحين للسوق ممكن نشتري ملابس. ممكن نفسه اذا هي حافظته. شنو عاجبك تشترين؟ اريد اسوي هذا نفسي. صير؟ سوي يلا. ها رائد خيرك. ها رائد خيرك اشوفك. والله صدق الاسئله صعبه شويه و يعني ما قريت زين اتمنى تساعديني. والانستا والفيس والبوبجي شو اخبارهن؟ وياك تقريبا قبل كم يوم كلهم شفتهم. شي يكفي اسبوع رائد؟ شي يكفي اسبوع؟ يعني انا شنو اريد منك انت اليوم حتى استغل حضورك اليوم اريد تعطيني مشهد انت تحبين تقدمين يعني مو الا انا اي شيء انت مثلته بالبيت ويا ماما. شنو تمثلين بالبيت ويا ماما؟ شنو اكو شيء مشهد تحبين انت هسه تمثلين؟ هواي مشاهد. يلا اي واحد منهم اي واحد. يلا انت ويا ماما شنو تسوين؟ نحكي على مثلا او رحنا للسوق او شيء. يلا خلينا نروح للسوق انا وياك. يلا يلا. ماما عجبني هذا اريد اشتري. ماما اشتري بس مو عندك واحد منه بالبيت؟ لا اريد هو هذا نفسه. ليش أريد يصير عندي اثنين نفس صديقاتي. ما يصير بابا. لا أريد هو هذا. ما يصير عندك واحد وكسرتي ومرة ثانية هاي عقوبة لك ما راح أشتري لك. زين ليش بس هاي المرة؟ آسفة. إذا درستي زين وجتني درجات عالية أشتري لك واحد. أوكي. حلو. يعني أقعدي أنا أبدأ أطلع. هذا الفاصل سالي تعلمي اكثر جرأتك حلوه وقوفك كذلك حلو بنشجعهم مهما كانوا صغار لازم ننميهم وننمي مواهبهم كذلك.